والأطل يتحدث عن حلول أخرى لضمان الرواتب، وجريدة المدى تكشف صفقة كبرى، الإفراج عن معتقلي قصر النهاية مقابل نصف ثرواتهم الطائلة. تشرين الفتية ندا لند أمام غرمائها المعمرين، معادلات وألغاز ترسم الأوزان في البرلمان، ولا قرار نهائيا للرئيس. مليونا عراقي في البصرة بلا تمثيل في البرلمان، هاجروا نحو الموانئ والنفط والأسواق وخسروا مشاركتهم في القرار السياسي. أعلنت كتلتها الموحدة بين الحرمين وتفادت الصدامات في التحرير، تشرين توقف الاعتصامات وتطلق مرحلة الانتقال السياسي. الثامنة من يو تي في، أهلا بكم، والبداية معك ناطق. نعم، قال أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء إن تمويل الرواتب بانتظار تمرير قانون العجز المالي، مبينا أن لدى الحكومة حلولا أخرى في حال عدم تمرير قانون تمويل العجز. يتوقع أنه يتم تخفيض هذا المبلغ من قبل مجلس النواب، وفي حالة تخفيضه وعدم كفايته سألته ما الحل؟ قال لي بالحرف الواحد بأن لدى الحكومة حلول أخرى ورواتب الموظفين مؤمنة. في المقابل، ناقشت رئاسة البرلمان مع اللجنة المالية النيابية السبل الكفيلة لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وبنود قانون تمويل العجز المالي المحال من الحكومة. حسن الكعبي النائب الأول لرئيس البرلمان قال خلال الاجتماع إن المرحلة المقبلة تعد الأصعب على العراق من الناحية الاقتصادية والمالية، داعيا الحكومة إلى تضمين البيانات الرقمية لتوضيح بعض التفاصيل الخاصة بالإنفاق وحجم العجز الكلي لتتسنى دراستها قبل إقرار القانون. تحدثت صحيفة المدى البغدادية عن صفقة محتملة بين حكومة الكاظم وكبار الفاسدين لاسترداد أموال نهبوها تكفي لتسديد رواتب 5 أشهر. الصحيفة وفي تقرير لها ذكرت أن كبار الفاسدين ويقدر عددهم ب100 شخصية حزبية واقتصادية متهمون بسرقة أموال تبلغ 250 مليار دولار، موضحة أن بينهم 11 مسؤولا اعتقلتهم لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاستثنائية وحبستهم في مبنى المخابرات وهو قصر النهاية القديمة. ونقل التقرير عن مصدر سياسي قوله إن الصفقة يمكن أن تضمن استعادة الدولة نصف الأموال المنهوبة مقابل إسقاط التهم عن الفاسدين وتوزيعها على شكل رواتب تفاديا للأزمة المالية الخانقة في سيناريو يشبه اعتقال رجال الأعمال والأمراء الأثرياء في فندق ريدز كارلتون في السعودية عام 2017 ثم الإفراج عنهم بعد استعادة أموال طائلة من ثرواتهم. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من بغداد أحمد مؤيد. أحمد، ما الجديد في قانون العجز المالي خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية للبلاد؟ مساء الخير ناطق. قانون العجز المالي تمت قراءته قراءة أولى وهو الآن يعني قيد الدراسة والتدقيق لدى اللجنة المالية. للحديث أكثر حول هذا القانون ينضم معي النائب حسين العقابي وهو نائب من اللجنة القانونية للحديث أكثر حول هذا القانون. مساء الخير سيادة النائب. مساء النور، حياكم الله. يعني كيف وجدتم قانون العجز المالي الذي تم قراءته قراءة أولى وهناك التشخيص للعدد من الملاحظات حول هذا القانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القانون حقيقة فيه خيبة أمل كبيرة جدا، يعني
يعني. وفي عجائب ايضا الارقام اللي مذكوره فيه خصوصا البنود اللي مذكوره بذيل القانون او في اخر القانون، بنود غير واضحه وغير محدده، الارقام غير دقيقه تماما، اللي ارقام الانفاق العام لاربعه اشهر، مبلغ العجز مبلغ مضخم يمكن اربعه اضعاف تقريبا، يعني 41 تريليون عجز لاربعه اشهر، هذه مشكله كلش كبيره، مع العلم ان العجز الواقعي لثمانيه اشهر اللي هي من شهر الواحد حتى الشهر الثامن ما تجاوزت 11 تريليون ونص، عجز 8 اشهر 11 تريليون ونص، قباله يكون عجز 4 اشهر 41 تريليون، هذا مصيبه كبيره جدا حقيقه. لذلك لن نقبل ولن نمرر هذا القانون الا فقط لتغطيه العجز في موضوع رواتب الموظفين ورواتب المتقاعدين والحمايه الاجتماعيه، فقط في هذه القضايا سوف نغطي العجز، وباقي المسائل لن نرتضي سياسه ماليه ومنهجيه ماليه للحكومه بهذا الشكل على الاطلاق. بالتالي هل سيتم ارجاع القانون الى الحكومه لاجراء تعديل عليه؟ لا، ما نرجع القانون، ليش نرجع القانون؟ نأمن العجز الواقعي، العجز الواقعي محدد لدينا مقداره، ما راح يتجاوز بحده الاقصى 10 تريليون، العجز الواقعي للاشهر المتبقيه بحده الاقصى وجزء اقل، لأن هذه قضية رقمية نحتاج نحسب كم مقدار الإيرادات المتوقعة شهريا والنفقات الضرورية المتعلقة بمعاش المواطنين بقوتهم اليومي برواتبهم بنفقاتهم، أقصد المتقاعدين الموظفين الحماية الاجتماعية، هذه المسائل فقط نغطيها ونغطي العجز مالتها، وباقي الأمور لا ما نقبل أن تمول من القروض، لأن القروض يعني مستقبلها سيء وسلبي، مستقبلها القريب سيء وسلبي جدا، إذا استمرينا بهذه المنهجية من الاقتراض راح معدل التغطية المالية للسيولة النقدية، تغطية الخزينة الاستراتيجية للدولة راح تنخفض لما دون 100%، ونصبح في مشكلة اقتصادية وأزمة مالية كبيرة، وهذه المنهجية للحكومة حقيقة منهجية سلبية تماما، وهي عاجزة مع شديد الأسف أيضا الحكومة أن تعطي رؤية إصلاحية آنية. احنا اجت إن بالورقة البيضاء، الورقة البيضاء عبارة عن أفكار فضفاضة ليس فيها إطار تنفيذي، ليس فيها توقيتات زمنية، المسؤولية غير محددة بها على الإطلاق، القابلية للتنفيذ تحتاج إلى فترة زمنية طويلة قد تصل إلى 5 سنوات، نحن نعاني من مشاكل آنية، إذا نحتاج رؤية مالية وإدارة مالية رشيدة وواعية للوقت الحالي القائم، المشكلة الآنية. لذلك كان يفترض بالحكومة أن تذهب بإعلان حالة التقشف العام في الدولة العراقية، خفض الإنفاق العام، خفض بشكل كبير جدا، خفض رواتب الدرجات الخاصة والعليا، رئاسات الثلاث أعضاء مجلس نواب، وزراء، مدراء عامين، وكلاء إلى آخره، هؤلاء تخفض نفقاتهم وتصير بها ترشيد وتخفض رواتبهم، موضوع إعادة النظر بجولات التراخيص النفطية وفتح باب التفاوض مع هذه الشركات، لأنه مع شديد الأسف الشركات النفطية تكلف الدولة ما يقارب 25% من الإيرادات، هذه أيضا مشكلة. مشكلة أخرى أيضا موضوع قطاع الاتصالات اللي هو فيه في تقديري نسبة هدر تفوق 80%، تتجاوز 80%، والحكومة في هذا الوقت العصيب جددت هذه التراخيص لخمس السنوات القادمة، هذه سياسة حقيقة فيها تخبط كبير. أيضا موضوع التهرب الضريبي في الدولة العراقية، احنا من نقارن شيء ملموس ومادي، مزاد العملة شقد يبيع اللي هو المفروض يغطي السيولة المالية للتجار من بالعملة الصعبة بالدولار، يفترض بهذه أعمال تجارية المفروض قبالها تأتينا إيرادات ضريبية تتناسب ويا هذا المبلغ، على أقل تقدير فد 10 مليار دولار مثلا بالسنة، ما يجينا مليار دولار من الإيرادات الضريبية، إذن هنالك تهرب ضريبي كبير جدا، وما رأينا خطوة أو خطوات الحكومة باتجاه اتخاذ إجراءات آنية حالية تعالجنا مشكلة العجز لهذه الأشهر القائمة. غطينا احنا قبل أشهر يعني قرض داخلي بمقدار 15 تريليون دينار، والآن مطلوب 41، هذه المنهجية غير مقبولة وغير سليمة من الحكومة. نعم أستاذ حسين، في سؤال آخر، يعني قانون الانتخابات والتعديل اللي صار عليه 90% أنجز من هذا القانون، فقط محافظة كركوك بقيت عالقة، كيف تقيمون هذا القانون مع حجم التضحيات التي قدمت من أجل الشارع المنتفض لإصلاح العملية السياسية؟ هل هذا القانون هو مقنع في الانتخابات القادمة لإجراء إصلاح سياسي؟ بمعنى آخر، يعني مثل ما يقول بالعراق أنه تشرين بعد ما تخوف الكتل السياسية؟ يعني مع الأسف الكتل الكبيرة المتنفذة في مجلس النواب نحت منحة سلبي تماما في موضوع توزيع الدوائر،
توزيع الدوائر ولسابقة خطيرة وفي سلوك ومنهج غير دستوري وغير قانوني لم تطرح للرأي العام أو لأعضاء مجلس النواب أو للجان المختصة تماما. تم التصويت عليها ولا يعلم بها أحد، فقط زعماء الكتل الكبيرة الذين اتفقوا على هذه، فلذلك تم التصويت عليها بثلاثين ثانية، وهذا أمر عجيب وغريب. إذن هنالك خطة مبيتة لهذا الموضوع، تم توزيع هذه الدوائر وتقسيمها بما يتناسب ويا المزاج السياسي لهذه القوة وأهوائها السياسية حتى تكون مخرجات العملية الانتخابية تصب في مصلحتها. إذن إحنا عندنا مشكلة في العراق، مشكلة سياسية عميقة كبيرة. الصوت العالي للمواطن العراقي كان هو بالإصلاح الشامل. أول خطوات هذا الإصلاح هو إصلاح المنظومة الانتخابية. المنظومة الانتخابية هي اللي تنتج الطبقة السياسية، فكذا كانت هذه المنظومة حبكت بالشكل الذي يصب في مصلحة القوى المتنفذة، إذن شنو راح تكون النتائج؟ راح تكون النتائج هو إعادة إنتاج هذه الوجوه للقوى السياسية وليس للأشخاص بمسميات جديدة وبألوان وأشكال جديدة، وهو أمر مؤسف. الفشل الذي تخيم على العملية السياسية طوال 16 أو 15 سنة كان سببه هذه القوة التي الآن ترتب الأوضاع بحسب ما يتناسب مع هواها. أشياء أخرى مع شديد الأسف، إحنا انشغلنا طوال سنة وكسر بموضوع النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية، لكنه أيضا أكو قضايا ومسائل أخرى هي جوهرية جدا وأكثر أهمية من هذا الموضوع، ألا وهو سلامة العملية الانتخابية في يوم الانتخاب، إيجاد فرص متكافئة للمرشحين، إعطاء فرصة للقوى الوطنية نعم. للمستقلين، للشخصيات ما مرتبطة بالأحزاب حتى تقدر تنافس الآخرين. المال الهائل الذي ينفق بالعمليات الانتخابية ما تم ضبطه بشكل سليم تماما. عملية الهيمنة والسطو على المراكز الانتخابية ليس لها معالجة مع الشديد للأسف. شكرا جزيلا لكم، حياكم. نعم ناطق، يعني هذا أبرز ما يدور حاليا داخل مجلس النواب، قانون الانتخابات وقانون العجز المالي، يعني باختصار ربما مطول من قبل النائب السيد حسين العقابي، يعني وضعنا بالصورة وآخر تطورات هذه القوانين. بالفعل كانت هذه المعلومات لنا جميعا. أحمد مؤيد مراسلنا داخل البرلمان، شكرا جزيلا. في جلسة استمرت 8 دقائق صوت مجلس النواب على الفقرة الخاصة بالدوائر الانتخابية لنينوى، فيما أرجى التصويت على كركوك. رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قال إن قرار حسم دوائر نينوى جاء بعد مباحثات مع ممثليها، وأن ممثلي كركوك طلبوا تأجيل التصويت على مقاعد المحافظة إلى جلسة يوم غد الأربعاء للتوصل إلى توافق بين الكتل السياسية حول الدوائر الانتخابية. ملت دوائر محافظة نينوى بعد جهد جهيد، وبناء على طلب مكونات الممثلة أو المكونات الممثلة لمحافظة كركوك طلبوا التأجيل إلى يوم الأربعاء. أطلب من المجلس التصويت على دوائر محافظة نينوى لاعتمادها مع باقي المحافظات 16 التي تم التصويت عليها في الجلسة يعني قبل جلستين. أطلب من المجلس التصويت. ومن أجل تحقيق انتقال سياسي تطالب ساحات تشرين بقانون انتخابات يتضمن دوائر صغيرة متعددة وترشيحا فرديا، لكن الأحزاب السياسية تناور للحفاظ على مكاسبها. حركة تشرين اليوم وجها لوجه أو ندا لند أمام جلسائها المعمرين 17 شتاء قاسيا بقانون انتخابات يتضمن عنصرين جديدين هما دوائر متعددة وترشيح فردي، لكن ماذا يعني هذا بلغة الفرص والأرقام؟ قانون سانت ليغو كان على مدار الانتخابات السابقة حليف الأحزاب الكبيرة ورافدهم بالمقاعد البرلمانية، إلا أن هذه الحشود التي تظاهرت على مدى عام فرضت معادلة جديدة لم تألفها الأحزاب سابقا، وهي الترشيح الفردي الذي يدلي فيه الناخب بصوته لمرشح واحد. الصوت الواحد غير المتحول هو معيار احتساب الأصوات في الترشيح الفردي، حيث يقترع الناخبون بموجب القانون الجديد لصالح المرشحين الأفراد ليس لصالح أحزابهم السياسية التي كانت تتقاسم أصوات ناخبيها وتوزعها على المرشحين الذين يختارهم رئيس القائمة. تم تبني نظام الصوت غير المتحول مرات عديدة في اليابان وفي أندونيسيا وتايلاند وتايوان، إضافة إلى الأردن والكويت،
يقول خبراء قانونيون إن الترشيح الفردي يسهم في تمكين الأحزاب الصغيرة ومرشحي الأقليات والمستقلين من الفوز بمقاعد نيابية، لكنه يمكن أن يتسبب في عدم فوز الأحزاب الصغيرة بأي تمثيل إذا قدمت مرشحين بأعداد كبيرة، ما يؤدي إلى تشتيت الأصوات بين مرشحي الحزب الواحد داخل الدائرة الواحدة، ويتيح للأحزاب الكبيرة كسب أعداد إضافية من المقاعد. معادلات ورياضيات، ألغاز وأسرار، من يمسك بها أكثر فهو المنتصر. أما الدوائر الانتخابية التي تطالب بها ساحات تشرين فهي الدائرة الصغيرة التي تتمثل في 100,000 نسمة لكل نائب، ولم يتحقق ذلك، فقد صوت البرلمان مؤخرا على الدوائر المتوسطة، أي لكل 400,000 ناخب دائرة واحدة وأربعة نواب منتخبين، ما سيخلق جدلا واسعا حول رسم الخرائط بين المدن والأقضية. والنزاع بين تشرين والأحزاب على القانون قد يستدعي وسيطا هو الأمم المتحدة نفسها وفقا لمستشاري رئاسة الوزراء. مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية أوضح ليو تي في أن الرئيس برهم صالح سبق أن اتخذ قرارات مهمة وكبيرة لدفع الإصلاحات التي تطالب بها التظاهرات، وهو يتعامل مع هذا الملف بجدية، رغم أن المعادلة صعبة أكثر اليوم، ولا أحد يعرف قرار الرئيس ولا القرار النهائي لتشرين أيضا، فالتسويات قائمة بشروط، لكن العبور والانتقال السياسي والتغيير لا رجعة عنه رغم كل المناورات والاحتيالات الحزبية. من إربيل معنا مباشرة هوكر جتو، المنسق العام لشبكة شمس لمراقبة الانتخابات. أهلا بك. نبدأ أولا من جلسة مجلس النواب الذي صوت أخيرا على الفقرة الخاصة بالدوائر الانتخابية للموصل، لكن كركوك بقيت عالقة. هل ستبقى كذلك كركوك لاختلاف معين، أم أنها يوم غد سيتم أيضا التصويت عليها؟ شكرا جزيلا، تحية لك ولمشاهدي يو تي في. أنا بتقديري ما دام تم حسم المبدأ كيفية تقسيم الدوائر فسوف يكون الإشكالية ليس بكبير، يعني الآن حديث حتى في كركوك على مقعد واحد، أين يقع المقعد؟ لأن النظام اللي اتفقوا عليه دوائر أن تكون على أساس الكوتا النسائية، أي بمعنى في كل دائرة يوجد 4 حتى رابعهم يكون امرأة، وهذا مرهون بنسبة وتناسب على المناطق السكانية. نعم. وعدد النسمة في كل منطقة سكانية. الآن اللي بكركوك شائك هو عبارة عن مثلا القضاء الحويجة. طيب. وبعض المدن داير مدائرها كم مقعد. تمام. والتركمان كيف يحسموا، لأن تركمان تقسيمهم مو مثل العرب والأكراد، أكراد مناطقهم معلومة. نعم. لذا هذا الأمر أيضا أنا بتقديري إلى يوم أربعاء يصل إلى نتيجة ويتم تمرير. أستاذ جتو، يعني على ساحات الأغلبية نأتي إلى ساحات تشرين اللي يطالبون بقانون انتخابات يتضمن عنصرين جديدين هما الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، لماذا يصر المحتجون على هذه الفقرتين؟ بتقديري لسببين أساسيين، يعني السبب الأول هيمنة الأحزاب السياسية. في التجربة العراقية أثبتت فشل في إدارة الدولة، والمتظاهرين بتغيير نظام الانتخابي من القائمة إلى الفردي قد يعطوا للمستقل أو للشخص، لأن التصويت ليس للقائمة وثم المرشح، إنما للمرشح نفسه. لا يمكن للحزب السياسي يغير ما يشاء من المرشحين، وإذا سقط مرشح بأي سبب كان وهو فائز ما يجي مرشح من نفس الكتلة الحزبية. أي تصور المتظاهرين، النقطة الأولى أن يكون هناك يعني تقليل لدور الأحزاب السياسية في شأن السياسي والتحكم بالنواب والممثلي شعب. النقطة الثانية اللي النواب أو المتظاهرين يطلبون بها مرهون بقرب الناخب من دائرة الانتخابية، لأن دائما الانتخابات الدائرية النائب أكثر قريب من المواطنين، لأن هناك صغر للدوائر، ليس عراق كل دائرة واحدة أو محافظة بالكامل دائرة واحدة، إنما ناس في أقضيتها يعرف من يمثلها. ودائما هذا الموديل في بريطانيا أكثر عراقة، بأن النواب لديهم مكاتب في مناطقهم ويمثلون مطالب الناس وهموم الناس. طيب. وإلى آخره. هذا كان مطلبين رئيسيين. أنا بوجهة نظري إذا سمحت لي
بتقديري هذا الأمر هو الظاهر وجنابكم تداولوه وغير تداولوه. أنا بتقديري جزء من كتل سياسية كبيرة بالعراق وصل إلى قناعة لا يمكن أن يستمر ويدار العراق بالديمقراطية التوافقية، أي كل معارضة وكل سلطة. أكو طيب. جهات يعني عبر متظاهرين مرر فكرة الدوائر والانتخابات الفردية لأن لديها مغطيات بأن في الانتخابات المسوف ويكون نعم. هناك انتخابات. يعني قانون سانت ليغو كان على مدار الانتخابات السابقة هو حليف للأحزاب الكبيرة، القانون والمعدل هذا الجديد هل سيغير من هذه المعادلة؟ لا بكل تأكيد، لأن تغيير المعادلة في علم انتخابات مرهون بثلاث عوامل، مرهون بالوقت بالزمن، ومرهون بالقدرات البشرية وإمكانيات، ومرهون بالمال. وبالعراق نضيف لعنصر آخر اللي هو مرهون يعني هيمنة على السلطة، لأن من بإيدها السلطة يسير السلطة وإمكانيات الدولة لمصلحتها. نعم. لذا حقيقة الأمر في العراق مرهون بهاي، وأنا بتقديري تغيير النظام الانتخابي وحتى دوائر لا يغير بالشكل اللي يطمحلها الناخ المتظاهر اللي بساحات الميدان، لأن لا زال بالعراق لا يوجد تنشئة سياسية سليمة، الأحزاب بالحلال والحرام يريد الكراسي، وكل حرب اللي تشوفها بمجلس النواب نية مشرع معروف ما يتفقون ليش كل واحد يحسب ايش قد مقاعد راح ياخذ. ثانيا هل احنا متوجهين الى انتخابات بهذا النوع من التنشئه، الى انتخابات نزيهه؟ فسوف نقول ايضا هاي مؤشراتها ضعيفه. هل يوجد اراده حقيقيه لاعطاء السلطه والصلاحيه لمفوضيه يكون مفوضيه يدير العمليه بثقل وبنزاهه؟ هذا ايضا باشكاليه. لذا نتائج الانتخابات بنظام فردي لو القائمه لو اي شكل، طيب سؤال اخير يتحكم القوى الفاعلة اللي متمسك بالسلاح وبالمال وبالدولة. يعني أنه الكتل السياسية الكبيرة قامت بالتصويت بسلوك ومنهج غير قانوني، وأيهما أهم، القانون نفسه ولا سلامة العملية الانتخابية؟ بسرعة لو سمحت. اثنينهم يجب أن يكون هناك قانون منصف وعملية انتخابية نزيهة. اثنينهم مهمين، لا يوجد واحد مهم واحد غير مهم. نعم. اثنينهم مهمين، وكان مفروض بعد التظاهرات التنشئة السياسية أو الأخلاق السياسية المسؤولية السياسية لدى كل كتل السياسية ترتفع إلى المستوى الوطن أولا وثم الحزب. الآن هو وطن ضحية الأحزاب ومصالح الضيقة جدا. نعم. للكتل السياسية. من أربيل كان معنا هوكر جتو المنسق العام لشبكة شمس لمراقبة الانتخابات، شكرا لهذه المعلومات. وإلى البصرة، حيث يعيش نحو 5 ملايين عراقي، مليونان منهم لا يمتلكون تمثيلا في مجلس النواب. هؤلاء العراقيون هاجروا من مدن أخرى للعمل في موانئ البصرة وحقول النفط والأسواق المتنامية، لكنهم حرموا من المشاركة في القرار السياسي. القادمة احنا نناقشه ونقرأ قراءة أولى وثانية أو احنا قارين. حدد للبصرة 25 مقعدا في مجلس النواب مقسمة على 6 دوائر انتخابية وفقا للقانون الذي أقره البرلمان، وفي ذلك إشكالية بحسب مراقبين، فالمقاعد احتسبت على أساس أن عدد سكانها 3 ملايين نسمة اعتمادا على البطاقة التموينية، بينما الأرقام تؤكد أن عدد سكان المحافظة يتراوح من 4 ملايين إلى 5 ملايين نسمة. إذن نحو 2 مليون مواطن يقيمون ويعملون هنا، لكن لا يحق لهم التصويت لأن وثائقهم صادرة من مدن أخرى بحسب وزير البلديات السابق بنكي الريغاني. الآن المتواجدين على أرض البصرة والمقيمين حدود 4 مليون نسمة حسب تصريحات حكومية ولا سيما وزارة التخطيط، لكن ما أعطي للبصرة هو 25 مقعد فقط. خلال السنوات الأخيرة شهدت البصرة موجة نزوح كبيرة من محافظات الوسط والجنوب بحثا عن فرص العمل في موانئها ومصانعها وحقولها النفطية وأسواقها المتنامية، وبذلك قفز عدد سكانها من 1,200,000 نسمة قبل عام 2003 إلى نحو 5 ملايين نسمة في هذا العام بحسب تقديرات حكومية.
البصرة جاذبة للسكان وأعداد كبيرة جدا، وبالتالي هؤلاء علينا أن لا نهمل رأيهم، وعليهم أن يكون لهم صوت مؤثر في مستقبل البلد، وخصوصا منذ احتساب أصوات البصرة كان هناك غبن كبير لهذه المدينة في عدد المقاعد في البرلمان. تضارب الأرقام يعزوه مختصون إلى عدم وجود تعداد للسكان في العراق، فآخر تعداد أجري كان عام 1997، وعلى مدى السنوات الماضية تعتمد الحكومة على التقديرات في إحصاء أعداد المواطنين، وهذا ما يحذر منه مراقبون خشية تأثيره في نزاهة الانتخابات. احنا عندنا احصاءات وبيانات لكل وزاره تحدد عدد سكان العراق بشكل او باخر، مثلا وزاره التخطيط تحدد 40، وزاره التجاره تحدد 35، كل هذه الارقام هي يعني اشبه ما يكون بالرجم بالغيب، ربما تستخدم لاغراض سياسيه، ربما تستخدم لاغراض تزوير احيانا في الانتخابات. اللجنة الحكومية للتعداد السكاني في العراق أوصت في وقت سابق بتأجيل إجراء التعداد المقرر هذا العام إلى تشرين الثاني من العام المقبل بسبب الأزمة المالية وفيروس كورونا. إشكالية احتساب مقاعد المحافظات في مجلس النواب العراقي حلها يكمن برأي مراقبين في إجراء تعداد سكاني عادل يحسم الجدل السياسي الدائر. سعد قصي، UTV، مدينة البصرة. ولهذا الملف ينضم إلينا سعد قصي مراسلنا من البصرة. سعد، يعني مليون مواطن في البصرة بلا تمثيل سياسي في البرلمان، يعني قد تبدو صدمة للوهلة الأولى. ما الذي يحصل في البصرة من جانب، ومن جانب آخر أن عدد سكان البصرة أصبح 5 ملايين، هل تحتمل البصرة هذا العدد؟ بالفعل يعني قبل قليل كنت أتحدث مع المتحدث باسم الحكومة المحلية وأكد هذه الأرقام، هناك نمو سكاني كبير في محافظة البصرة، وبات أيضا يحمل المدينة أعباء سياسية، أعباء اقتصادية ومالية، لكن الحكومة تقول وحتى الأحزاب السياسية تقول هذا العدد من النازحين أو الوافدين في البصرة لا يحقق لهم مكاسب سياسية، على اعتبار معظم من جاءوا إلى البصرة حديثا في السنوات الأخيرة لم تنقل مثلا بطاقاتهم التموينية أو نقلوا نفوسهم إلى المحافظة، لأن على هذا الأساس يتم يعني منحهم الحق في التصويت، وبالتالي هذا شكل مشكلة كبيرة، وعلى ما يبدو أن الجهات المعنية لم تنتبه إلى هذا الأمر حتى الآن، وبالتالي يعني وبحسب مراقبين الأمر يحتاج إلى تشريع نيابي لحل هذه المعضلة، دعيني أقول، على اعتبار هناك عدد كبير لا يحق لهم التصويت في المحافظة. البعض من هذه الأعداد ربما تذهب إلى محافظاتها للتصويت وتنتخب هناك، لكن العدد الأكبر هو باق في البصرة ولا ينتخب، يعني حتى من خلال تحديث البيانات لا يستطيعون، لأن معظمهم مرتبطون بأعمال، مثلا قسم كبير من هؤلاء الذين نزحوا أيضا يسكنون في يعني منازل العشوائيات كما توصف هنا، وبالتالي هذه المشكلة تحتاج إلى حل. الحكومة المحلية تقول إنها غير قادرة على إيجاد حلول، تحتاج إلى تدخل من العاصمة بغداد لإيجاد حل هذه الأزمة، لكنها تشير بصراحة هي تواجه مشكلة كبيرة في هذه الأعداد الوافدة، لا تستطيع أن تنظم يعني مثلا الأعمال في المدينة، توزع الوظائف بعدالة، كذلك لا تستطيع أن تقدم خدمات. هناك أحياء نشأت حديثا وحملت الحكومة أعباء إضافية من ناحية الماء والكهرباء والخدمات الأخرى، وبالتالي هذا الملف يحتاج إلى حلين على ما يبدو، حل يتعلق ب يعني الخدمات وإيجاد أماكن لإيواء النازحين أو القادمين من المحافظات بحثا عن فرص العمل، وكذلك يحتاج على ما يبدو أيضا إلى تشريع أو مخرج قانوني حتى تتمكن هذه الأعداد الكبيرة الوافدة إلى البصرة أن تصوت وتختار من يمثلهم. والحكومة أيضا ترى في المدينة أن البصرة يعني قد ظلمت في تمثيلها ب 25 نائب، بل تعتقد وفقا للأرقام اللي موجودة حاليا هي تستحق أكثر من 40 نائبا، وربما يعني يذهب البعض إلى انتقاد ممثلي البصرة في مجلس النواب لعدم فتح هذا الملف والتحدث به بصراحة لإعادة تمثيل البصرة بشكل
أكبر في مقاعد مجلس النواب خصوصا وكان المجلس يعني يخوض نقاشات في القانون الجديد. نعم، إذن مراسلنا من البصرة سعد قصي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. الوطن تعرف شو الوطن؟ أريد وطن. شعب العراق ما يتفرغ. إحنا شعب مظلوم. شعب. أقسم بالله ما راح نتراجع. أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء دعا المتظاهرين إلى تنظيم أنفسهم سياسيا والدخول في الانتخابات، مؤكدا أن الرأي العام أصبح يميز بين أداء الحكومة الحالية وحرصها على المتظاهرين وأداء الحكومات السابقة. منع عاليا هذا الوعي الكبير للعديد من التنسيقيات التي قامت برفع خيمها من ساحة التحرير وطالبهم بعدم الشعور بالإحباط لما حققوه طيلة هذا العام أمام هؤلاء الشباب الواعي، فرصة كبيرة الآن لتنظيم أنفسهم سياسيا والدخول في المعترك الانتخابي القادم. هؤلاء الشباب الواعي أرسلوا رسالة واضحة إلى الطبقة السياسية خلال كل نشاطهم خلال العام الماضي أن هناك جيل جديد في العراق، هناك نسبة كبيرة من هذا الجيل الشبابي اللي نسبته قد تصل إلى 60% منهم دون 35 عام. الناشط فارس حرام دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى ترك ساحات التظاهر وتهيئة الانتخابات المبكرة، ذاهبا في حديث لبرنامج الحق يقال إلى أن ساحات التظاهرات قادرة على النهوض بمشروعها الخاص من خلال ناشطيها. ساحات بأن تعمل على مشروعها الخاص، أن تقوم بنفسها. ليش؟ لأن يعني هي صاحبة رؤية وهي صاحبة عمل مو قليل ذهب ضحيته مئات الشهداء وآلاف الجرحى، فعملية يعني سحب الناشطين الأساسيين من الساحات هو أمر يفرغ الساحات وربما يفرغ العقل الموجود بالساحات، يفرغ الروح السلمية الموجودة في الساحات، وهذا أمر يضرها، يضر الساحات. أنا أتمنى من السيد الكاظمي إذا كان لديه مثل هذا السعي أن لا يتوجه هذا التوجه وأن يترك الساحات أن تقوم بنفسها. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من جانبه أشاد بانضباط المتظاهرين ومهنية القوات الأمنية، فيما أكد أن حركة تشرين ضمنت النهج السلمي. نعم، الكاظمي وخلال جلسة مجلس الوزراء قال أن جهات أرادت حرف التظاهرات عن مسارها السلمي وأن المتظاهرين رفضوا ذلك، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه البلاد كبيرة ويجب تحويلها لخدمة العراقيين. وعلى ساتر جسر الجمهورية أكد متظاهرو ساحة التحرير تصديهم ومنعهم مجموعات تحاول خلق احتكاك بالقوات الأمنية، مشددين على سلمية التظاهرات للحفاظ على مسارها. الناس اللي جاية هنا تخرب، الناس اللي جاية هنا تسوي تصعيد، احنا كمعتصمين ساحة التحرير اعتصمنا من 25 اكتوبر الى هذا اليوم، لا مسوين تصعيد ولا مأذين احد. الناس اللي جاية هنا ساحة ساعتين توقع 1000 شهيد هنا، وفوق كل هذا ينذب براس المعتصمين اللي بساحة التحرير. احنا هنا رجعنا العالم من الساتر ونزلناهم ونحب نقول لهم احنا سلميين، احنا سلميين 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 سلميين. مسافة عام واحد قطعها المحتجون وحتى الآن لا تزال مطالبهم عالقة، القتالة طلقاء وقانون الانتخابات بلا دوائر عادلة، لكنهم طوروا أساليب احتجاجهم وصار حراكهم أوسع من تظاهرة، كما أخذوا يتصرفون كسلطة تستفز الخصوم والمنافسين. تغير وتضغط وتناور، هكذا هي تشرين.
لم تعد حركة الاحتجاجات هذه مجرد تظاهرة، بل هي تتصرف كسلطة اجتماعية وفكرية مؤثرة داخل اللعبة السياسية. هي لحظة تقدم ترسم أمام الخصوم والمنافسين حجم التحدي الذي يمثله اللاعب الجديد الفتي، والجميع يراقب إمكانية دخول الشباب الانتخابات المقبلة بماكنة ماهرة في حسابات الرياضيات والحسابات السياسية يمكن أن تغير أوزان الجميع في البرلمان المقبل. قوة ثالثة، قوة فرضت نفسها تصارع القارات، قوة تصارع جارة وتصارع قارة، قوة تثبت الهوية الوطنية العراقية، قوة تثبت وتطرح هموم الشعب العراقي. هذه القوة الثالثة كانت مغيبة وبشكل تام. ليست واضحة الطريقة التي ستدير بها جماعات الحراك الجولة المقبلة من الاحتجاجات في ظل الحديث عن تعليق الاعتصامات ورفع الخيام حتى إشعار آخر، غير أنه تكتيك يتبعه محتجو تشرين لتفادي الصدامات مع أطراف تحاول تشويه حراكهم أو استدراجهم إلى الاحتكاك. وقد سبق للحركة الاحتجاجية أن جربت هذه الخطة خلال أربعينية الحسين في كربلاء، عندما انسحبت مواكب الناشطين تجنبا للعنف، وكان ذلك بشكل ما إيذانا بولادة كتلة ثورية موحدة قرب ضريح الإمام. الحكاية إذن لا تنتهي، بل هي تطلق الآن مرحلتها الأخرى وقراراتها الجديدة. تشرين عندما قررت رفع الخيم لا لإنهاء الثورة، لا، تشرين قررت رفع الخيم حتى تحافظ على اسم الثورة، حتى تحافظ على دماء شهداك الشهداء. نقول لعوائل الشهداء، أبناءكم هم أمانة، دماء أبناءكم وجرحانا هم أيضا أمانة في أعناق تشرين. يقول ناشطون إن إنهاء الاعتصام ليس نهاية الثورة، فتشرين لحظة فكرية وقرار سيبتكرون طرائق لإدامته وفيها مفاجآت. يتحدثون عن لجنة تقوم بمراجعة الأداء والتطوير، ويقولون للمنافسين أنتم تدركون حجم تشرين وقوتها، وموعدنا في البرلمان المقبل. تنحوا قليلا وافسحوا المجال للانتقال السياسي واستعدوا لكل هذا العبور نحو قواعد العمل الجديدة. وللحديث في هذا الملف ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية علي أغوان. أهلا بك أستاذ علي. يعني بداية، المرحلة الجديدة لتشرين، قراراتها الجديدة، البعض يراها هو تكتيك تم استخدامه مسبقا ويعاد استخدامه الآن يعني تفادي الصدام، وأيضا يعني برأيك هل رفع الخيام، هل الانسحاب الآن من شأنه أن يطيل أمد الاحتجاجات أو ربما سيثبط من عزيمة المحتجين؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. نعم، هو تكتيك ناجح يدلل على تطوير الأدوات التشرينية في التعامل مع التحديات. هناك نقطتين مهمتين يجب ذكرهما في هذا الحديث، وهي بأن التشرينيين اليوم قادرين على إدارة الاستحقاقات القادمة وقادرين على إدارة الوقت. هذا التوقيت اليوم بعد إقرار قانون الانتخابات والدوائر المتعددة، قرر التشرينيون أن ينتقلوا إلى مرحلة أخرى، مرحلة جديدة من النضال السلمي القانوني، وهي محاولة بلورة مشاريع سياسية انضفت من تشرين. نعم، طيب، خصوم تشرين يشعرون بالقلق، يعني إذا كما تحدثت أن هذا التكتيك من شأنه أن يطيل أمد الاحتجاجات. في سؤال آخر، خصوم تشرين يشعرون بالقلق من استقواء الاحتجاجات في هذه الفترة، ما الذي يجب أن تعد له تشرين بخصوص تشكيل كتلة يعني الانتخابية تغير الأوزان في البرلمان المقبل؟ بكل تأكيد تشعر الخصوم بقلق كبير. تشرين أسقطت حكومة كاملة، أسقطت مجالس محافظات، وأسقطت مفوضية فاسدة، وأسقطت قانون انتخابي غير عادل. بالتالي يعني اليوم التشرينيون هم مصدر قلق كبير. نعم، ما الذي يجب أن تعد له تشرين؟ ما يجب أن تعد له تشرين هو التنظيم السياسي، أن تذهب باتجاه بلورة كل سلوكياتها باتجاه تأسيس تجمعات سياسية، أطر سياسية، تشارك بالانتخابات، تقسم نفسها، تنظم نفسها، تدرس الشارع بشكل جيد،
تحاول أن تمر من خلال الفراغات الموجودة داخل القانون. اليوم تشرين فيها كفاءات من مختصو القانون والسياسة والتخصصات الأخرى يستطيعون فهم كل المجريات على مستوى قانون الانتخابات، بالتالي اليوم تشرين مؤهلة بأن تذهب بشكل جيد إلى البرلمان وتعبر عن الجماهير الغاضبة. نعم. طيب في سؤال أخذ علي، يعني تشرين اليوم تبدو وتتصرف كسلطة وتجاوزت كونها حراك، يعني بدأت بالتأثير على العملية السياسية، إذا بالتالي هل تتوقع استمرارية لهذا النهج، أو برأيك أيضا ما الذي من شأنه أن يعيق هذه الاستمرارية؟ يعني عراق ما بعد تشرين بكل تأكيد يختلف عن عراق ما قبل تشرين، بالتالي اليوم تشرين تحولت من كتلة ضاغطة، من كتلة تسقط الفاسدين، إلى كتلة يعني مؤسسة على أطر معينة تحاول إصلاح المنظومات السياسية. النظام السياسي أصابه عجز وعطب كبير، النظام غير قادر على إجراء إصلاحات ذاتية لنفسه. جاءت تشرين لتدفع هذا النظام وتجبره على أن يذهب باتجاه لإصلاح نفسه من أجل أن يكون هناك تقدم في العملية السياسية. لولا تشرين لما كان هذا النظام موجود حتى هذه اللحظة لسقطت الأمور بشكل كبير. نعم. نعم. إذن أستاذ العلوم السياسية علي أغوان، شكرا جزيلا لوجودك معنا. أخبار يو تي في ما زالت مستمرة وفيها أيضا. مجزرة الفرحاتية تطيل أيام النازحين في كردستان، مئات من أهالي صلاح الدين يؤجلون عودتهم إليها. دب الخوف في قلوب العائلات النازحة من الفرحاتية عقب المجزرة الأخيرة في منطقتهم، أكثر من 80 عائلة في أربيل كانت تنتظر العودة وباتت اليوم تستبعد ذلك بل تتوقع موجة نزوح جديدة. 80 عائلة من صلاح الدين يسكنون هذا المخيم في أطراف أربيل منذ 6 سنوات، كانوا يعدون الأيام والليالي خلالها ترقبا لعودة الأمن والخدمات إلى مدنهم حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم. الآن كل شيء قد تغير. مجزرة الفرحاتية الصادمة ألقت بظلالها على نازحي صلاح الدين، وخصوصا النازحين من ناحية الفرحاتية التي شهدت اختطاف عدد من أبنائها وقتلهم مؤخرا. هنا باتوا يخشون حتى من التصريح لوسائل الإعلام، خوفا على سلامة من تبقى من عوائلهم في الناحية المنكوبة. إيه صار بالعكس، الناس تيجي تروح بالعكس قامت ترجع، يعني تقول أرجع لمنطقتي ماكو شيء، من يسمعون هالخبر هذا وهالمجزرة هاي راح يرجعون، يعني في أكد ما ينعلل احتمال يصير 200 عائلة يرجعون على المنطقة. رسميا تهيئ سلطات أربيل هنا نفسها لتأمين بنى تحتية إضافية ومواد لوجستية عاجلة تحسبا لموجة نزوح جديدة لأهالي الفرحاتية بعد تنامي نفوذ ونشاط الجماعات المسلحة خارج سلطة الدولة فيها مؤخرا، ما يدفع أهالي الناحية إلى الالتحاق بأقرانهم في مخيمات إقليم كردستان. بصراحة المستقبل مجهول تماما، أنت بتعرف حتى إن كان في خطة نشتغل عليها العالم ترجع، بس هاي الحوادث اللي قاعدة تصير بصراحة وقفت كل شيء الشغل. العالم اللي كان عنده رغبة وقفت، إنه هن بفضلوا الخيمة بفضلوا الجلوس بالمخيم على العودة إلى مناطقهم. ما يفاقم قلق نازحي الفرحاتية إن الحكومة التي وعدت بتقديم الجنات إلى العدالة لم تعلن حتى الآن أي تطور نوعي في التحقيق بالجريمة التي أودت بحياة 12 شخصا وآخرون غيرهم لا يزال مصيرهم مجهولا. مؤشرات كثيرة تبين ليس انحسار آمال نازحي الفرحاتية بالعودة إلى ديارهم وحسب، بل تسجيل نزوح جديد لأهالي الناحية بعد المجزرة الأخيرة التي طالت شبابها. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا. خمسة وعشرون ألف عراقي زاروا أكبر منتجع في العراق، بلاج خاص للعوائل وآخر للشباب يزيلان أثار الحرب عن وجه الحبانية. إيه
إذن في الأنبار أدى رفع الحظر الصحي وتخفيف الإجراءات الوقائية المصاحبة لتفشي فيروس كورونا أدى إلى إعادة افتتاح المدينة السياحية في الحبانية التي شهدت إقبالاً شديداً من جميع مناطق البلاد. التفاصيل مع نبيل عزامي. عام 1979 افتتح العراق المدينة السياحية في الحبانية بمحافظة الأنبار، أكبر منتجع سياحي في الشرق الأوسط آنذاك. بعد عام 2003 تعرضت المدينة السياحية إلى نكبات متتالية، بدءا من سيطرة تنظيم القاعدة على المكان، مرورا بتحولها إلى مخيم كبير لإيواء النازحين بعد سيطرة تنظيم داعش على الأنبار، لكن هذا تغير بعد طرد التنظيم وحملات الإعمار التي جرت على المدينة ومرافقها السياحية. قبل أول العام يعني لا، كانت خرابة. حاليا لا، الوضع متحسن، البيوت نظيفة، الكرفانات الجديدة حلوة، البلاج هذا مال العوائل واحد حلو مرتب. المسافة القريبة للمدينة السياحية من بغداد التي تقدر بأقل من 90 كيلومتر جعلتها الخيار الأول للباحثين عن أقرب الأماكن الترفيهية، لذا صارت وجهة للسائحين من الداخل. يعني أنا من بغداد لهنا ما تكلفني بسيارتي الخاصة، أقدر أروح، بينما إذا أروح الأربيل مكلفة الشغلة، خاصة الشركات السياحية يعني يستغلوها فترة العطل تصعد كلها. رفع الحظر الصحي وتخفيف الإجراءات الوقائية المصاحبة لتفشي فيروس كورونا وسهولة الوصول إلى المنتجع ساهم في توافد أكثر من 25 ألف سائح خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كان هناك إقبال شديد من محافظات العراق، ما يقارب 25 ألف زائر إلى المدينة السياحية، ووجدوا هناك خدمات تليق بهم. مثلا هناك عندنا خدمات بلاج للعوائل، يعني وفرنا بها مصاطب ومظلات وخدمات أخرى، إضافة إلى بلاج الشباب وفرنا بها مستلزمات تليق بالأخوة الزوار. لجوء العوائل العراقية من مختلف المحافظات إلى منتجع مدينة الحبانية بهذا الشكل الكبير أسس لعودة سياحية مطمئنة تشهدها مدن المحافظة، وهو مؤشر على استقرار وضعها الأمني أيضا. نبيل عزامي، يو تي في، الأنبار. والمزيد من الأخبار سنتابع بهذه النشرة أيضا، وفيها جددوا شعر العرب ونبغوا في علم الاجتماع والفنون، رواد درسوا في جامعات أمريكا وعادوا لتأسيس الحداثة في العراق. تزامناً مع قرب إجراء الانتخابات الأمريكية وفتح ملف العلاقات بين بغداد وواشنطن داخل السجال الوطني العام، سنقدم لكم مشاهدينا الكرام ابتداء من اليوم سلسلة تقارير حول رواد الحداثة العراقية من خريجي الولايات المتحدة الأمريكية ممن أسهموا
في بناء علاقات فكرية وثقافية وفنية، والجزء الأول من هذه السلسلة مخصص لنازك الملائكة وعلي الوردي وآخرين. لا تبدو العلاقات الثقافية بين العراق والولايات المتحدة ضاربة في القدم فحسب، بل هي مؤثرة بقوة في بناء المجتمع العراقي الحديث بعد قيام الدولة المعاصرة عام 1921. فمن بين أعلام الحداثة العراقية نتوقف اليوم عند نازك الملائكة المولودة ببغداد عام 1923 والمتخرجة من دار المعلمين العالية فيها عام 1944. وإذ عرفت الملائكة بشاعرة مجددة، فإن حضورها النقدي والمعرفي جاء بعد حصولها عام 1959 على شهادة الماجستير في الأدب المقارن من جامعة ويسكونسن ماديسون الأمريكية. وفي حقل الفنون الجميلة يذكر الرائد جاسم العبودي المولود بمدينة الشطرة عام 1925، وتخرج بامتياز من معهد الفنون الجميلة في بغداد عام 1947. ويحصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة عام 1948، وينال الماجستير عام 1953 من كلية المسرح والموسيقى بمدينة شيكاغو. ونظل في حقل الفنون المرئية لنتوقف عند الفنان جعفر علي المولود ببغداد عام 1933، ويتخرج من كلية آدابها عام 1956 وهو يحمل شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي، ومن ثم التحق بجامعة أيوا الأمريكية وتخرج فيها عام 1961، وهو يحمل شهادة الماجستير في السينما والتلفزيون. وفي حقل المعرفة الفكرية لا يمكن إلا استذكار الكبير علي الوردي، وهو عالم الاجتماع والمؤرخ الذي عرف بتبنيه النظريات الاجتماعية الحديثة في زمانه لتحليل الواقع الاجتماعي العراقي. ولد الوردي بكاظمية بغداد عام 1913، وأرسل في بعثة إلى جامعة تكساس بالولايات المتحدة حيث نال شهادة الماجستير عام 1948، ونال شهادة الدكتوراه عام 1950. غدا نواصل استذكار رموز الحداثة العراقية في شتى المجالات ممن تلقوا معارفهم العالية في أرقى المؤسسات الأمريكية. دائما نتابع في آخر النشرة آخر التحديثات في مد وجزر البحر في البصرة وكذلك طقس العراق، نتابعه سويا دائما في نشرة أخبار يو تي في التي تتمنى لرجال البحر كل السلامة. بلش البرد يدخل وبلشت درجة الحرارة في تدني في هذه الشتاء. بالأكيد نتمنى السلامة خصوصا بظروف كورونا للجميع. ناطق ومشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. ملا طلال يتحدث عن حلول أخرى لضمان الرواتب، وجريدة المدى تكشف صفقة كبرى، الإفراج عن معتقلي قصر النهاية مقابل نصف ثرواتهم الطائلة.
تشرين الفتية ندا لند أمام غرمائها المعمرين، معادلات وألغاز ترسم الأوزان في البرلمان ولا قرار نهائيا للرئيس. مليونا عراقي في البصرة بلا تمثيل في البرلمان، هاجروا نحو الموانئ والنفط والأسواق وخسروا مشاركتهم في القرار السياسي. أعلنت كتلتها الموحدة بين الحرمين وتفادت الصدمات في التحرير، تشرين توقف الاعتصامات وتطلق مرحلة الانتقال السياسي. انتهت النشرة، لكن هي ما زالت متواصلة على مواقع السوشيال ميديا التابع ليو تي في. شكرا لكم جميعا، وشكرا فاطمة. شكرا ناطق، إلى اللقاء. إلى اللقاء.